شراكة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعملية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشيت من حد كمية معتبرة من القفازات الطبية المقدر عدده ب 48,000 وحدة قفازات طبية. وكذا المبالغة في رفع الأسعار. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. هذا الفطوريزي انا باش نقيسها هذه لا ولد لاكاش مانيش نقول التيريمي ولا هذه داخله في مصالح الدرك الوطني لولايه عين تيموشن بغرض متابعه عمليه المضاربه تحت اشراف اللجنه الولائيه المختصه لهذا الغرض. اليوم رانا نتابعوا فيها على مستوى تجاره الجمله بغرض الوقوف على مدى توفر اول السلع ثم كذلك شرعيه الممارسات التجاريه.